عايزين نتكلم عن النادي الاهلي والفوز الكبير على فيتا كلاب 3-0، وقد ايه الماتش ده كان مهم، قيمته ازاي على اولا كواحد من جماهير ومحبي النادي الاهلي، ثانيا كناقد رياضي بتبص بشكل مميز جدا للاداره الفنيه والمستوى الفني للاعبين. حضرتك انا قلت انا هنا وانا وحضرتك قبل الماتش، قلت لك في الماتشات الماتش اللي جاي ده هيبين معدن طينه ومعدن لعبه النادي ده حقيقي. بصراحه كتير جدا اتفاجئ بالمستوى، يعني اللعيبه كان في حاله تركيز، كان في شغل، حتى البعض دلوقتي بدا يغير رايه في مين؟ موسيماني. من اسبوع كان بيقول لك ده كلام سلبي وكلام طبعا مش عاوزين نقوله، لكن عايز اقول ايه؟ هنا التركيز والاخلاص وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى كان حاضر مع الفرقه بصوره كبيره جدا. طريقه اللعب وتحركات اللعيبه، الراجل يعني بدا، مش عاوز اقول يعني ايه، بدا يشتغل وبدا يفكر وبدا يعمل حاجات انت ما كنتش تشوفها. لاحظها حتى من مباراه الاسماعيلي، دايما لما بتعمل مباراه او شوط جيد في الدوري بتروح في السكه، لما عملت مباراه وشوط مميز قدام بيراميدز رحت كسبت الوداد هناك 2-0، لما عملت شوط جيد قدام الاسماعيلي وعرفت واسترجعت ذاكرت انك انت البطل صحيح، وانك انت لا ازاي انا بيحصل معايا وازاي انا العب شوط زي كده، انت رحت هناك كان مهم جدا. الملعب معروف، انت عملت رقم انك انت اول مره نادي مصر يكسب بنتيجه كبيره جدا، لان هو ده الاهلي. الاهلي يستحق انه يكون، بص انا كراجل كمتابع مش مستني في الاهلي شهادة من حد انك تقول عليا ان انا نادي اوروبي او نادي اقرب لاوروبا، لا انا مش مستني الشهادة. المفروض الاهلي يكون هو نادي اوروبي. هو النادي الاهلي هو اقرب بإدارته، سر قوته ده اقرب الانديه للاحتراف الاوروبي فعلا. صحيح، سر الاهلي مش محتاج مجامله من حد عشان الاهلي انك انت كذا، انت المفروض تبقى كذا الاهلي وتبقى احسن من كده. الاهلي ادارته هي مصدر قوته وجماهيره هي السر والدافع الحقيقي اللي انا عاوز اقول، وبلوم على البعض اللي بيتغير وبيتفاعل وبينسى وبيندفع على السوشيال ميديا بكلام ما يصحش. مش دلوقتي، لا، في اوقات لابد ان الكل يقف في صف الفريق اللي يبقى داعم ليه. مباراه مختلفه ومفاجاه، طيب لما كسب الاهلي 3-0 بقى فيتا كلوب فريق ضعيف. طب لو خسر الاهلي 3-0 كان هيتقال ايه؟ هيكون هيتقال على فيتا كلوب انه فريق ضعيف؟ يعني برضه عاوز اقول ايه؟ حاجات بتخليك انك انت تقف قدامها وتبقى مزروق، يعني عاوز اقول تبقى مستغرب. طب ترضي ازاي؟ يعني ترضي باي منطق انك انت ترضي عشان تقول الكلام اللي انا يقنعك؟ الاهلي المفروض يكون احسن، الاهلي المفروض يكون احسن من كده. انا شايف ان المباراه مثاليه، واحنا حضرتك اتكلمنا مع بعض قلت لك ايه؟ قبل المباراه اذا اللعيبه طبعا ما كانتش على قدر المسؤوليه وعندها الاصرار، وانه الالتحامات طول عمر ميزه الاهلي في افريقيا وحتى على المستوى المحلي، ميزته انه عنده قوه وشخصيه في الالتحامات واستخلاص الكره باقصى سرعه لما بيفقدها. لما انت اتحركت وتخليت عن نفسك وعندك القدرات وفرضت اسلوبك في اللعب كان حصل اللي حصل. طبعا